بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة عندنا المحاضرة الأولى في مادة M180 اللي بتتكلم عن حاجة اسمها Data Structure. عشان تدرس المادة لابد تكون أنهيت M105 اللي فيها اتعلمت ازاي تعرف الـ Variable بلغة الجافا، وخدت فكرة عن الـ Selection باستخدام الـ F أو Switch، وخدت فكرة عن الـ Loop سواء كان For أو Do While أو الـ While، وخدت فكرة عن المصفوفات او الاري، وخدت فكرة ازاي تعمل كلاس بلغة الجافا. فده كله اللي خدت في M105 بيأسسك عشان تقدر تدرس المادة اللي هي M180. في M180 عندنا المحاضرات كلها بتتكلم عن الاريز وعن الليست وعن الستاك وعن الكيو، كلها يطلق عليها داتا ستراكشر. اما تيجي تخزن معلومات بتخزنها بشكل معين يطلق عليها تراكيب البيانات. فطريقة التخزين وطريقة استخراج المعلومات من الميموري حسب بقى انت هتبنيها على حاجة اسمها في كيو، في ستاك، في تري. فدي كلها محاضرات هتيجي ان شاء الله كلها بتتكلم عن حاجة اسمها داتا ستراكشر باستخدام لغة الايه جافا. اولا داتا ستراكشر قالك هي اسكيمة، مخطط، طريقة لعمل اورجانيزنج، لترتيب الداتا في الذاكرة بتاع الكمبيوتر، يعني الهارد ديسك بتاعك اما تيجي تخزن فيه المعلومات بتتخزن في اشكال معينه، في ترتيبات معينه. كويس، الترتيبات دي ممكن تعملها عن طريق الجافا او السي بلس بلس، مش لازم الجافا. قال لك اشهر حاجات موجوده عندنا هي الليست، وفي اري، وفي استاك، وفي كيو، في حاجه اسمها تري، وحاجه اسمها جراف، ودول هم اللي في المنهج. يعني اشهر طرق لتنظيم الداتا على شكل مخططات او تراكيب او هياكل هي الستة دول. كويس، طيب قال لك زوايا الطريقة اللي الداتا هتترتب فيها بيكون لها افكتس او تأثير على البرفورمانس، على كفاءة البرنامج. ايوة، انت عايز في البرنامج او في شغلك ايه الانسب لك، المصفوفة ولا الستاك ولا الكيو ولا التري، حسب ما انت عايز بقى تعمل ايه. كل عملية او كل تاسك بتختار الانسب من الستة دولت اللي يناسب شغل. قال لك البروجرامرز، اي مبرمج ديسايد، بيحدد الداتا ستراكشر اللي هيستخدمه حسب طبيعة الداتا، ناتشر اوف داتا، وحسب البروسيس، العمليات اللي هتتم. يعني انت حسب كل عملية بتختار. اول مثال عندنا هو حاجة اسمها كيو. قال لك الكيو هو مثال على اشهر او على حاجة مهمة جدا في الداتا ستراكشر. قال لك الكيو ليه حاجتين، ليه بيجيننج وليه اند، ليه بداية وليه نهاية. البداية تسمى فرونت اللي هي دي، والنهاية تسمى الباك. طيب برضو يعني قال لك ان الداتا انترز، الداتا بتدخل في الطابور من جهة واحدة، من جهة وبتخرج من الجهة الاخرى. يعني بالظبط زي ايه، لو انا عندي قدامي ده طابور، لو انا افترضت ديت هي البداية ودي النهاية اللي هي الباك، لما اجي اخزن داتا اخزن، هي هتدخل من هنا من الجهة دي كده، بس هتخزن هنا، يعني هنا رقم واحد. جيت دخلت عنصر تاني هيبقى هنا، ثم العنصر التالت، ثم الرابع. فين البداية او المقدمة؟ هي الفرونت. فين النهاية؟ هي الباك. العناصر بتدخل من جهة وبتخرج من جهة، اللي دخل الاول هو ده، هو اللي يخرج الاول. يعني حتى بيسموه فيرست ان فيرست اوت، اللي دخل الاول يخرج الاول. طيب هو انا بحتاجه امتى؟ لو انت عايز تعمل برنامج مثلا وعايز اللي انطلب الاول يتنفذ الاول، زي لما تيجي تعمل انت برنت او تطبع مجموعه من الملفات. لو انا هطبع 5 فايل، الملف اللي اديت له امر الطباعه الاول اكيد هيتنفذ الاول، واللي اديت له امر الطباعه الثاني هيتنفذ الثاني، لان بيحطهم لك في كيو، في طابور. يعني الكيو بيحافظ على الاوردر. انت عايز يبقى خد بالك، عايز الداتا تتخزن وتخرج من الطابور بناء على الاوردر اللي هي دخلت بيه. الداتا اكزت بتخرج من الطابور بناء على الاوردر اللي هي انترز كيو، دخلت بترتيب معين فتخرج بنفس الترتيب. زي بالظبط الاشخاص اللي بيشتروا من سوبر ماركت، اللي واقف في الطابور الاول هو اللي هيخرج الاول. طب ده بحتاجه فين؟ اغلب الشغل في اوامر الطباعه، ده اقرب حاجه تقدر تشوفها.
حسب بقى كل مثال عايز ايه. في حاجه تانية اسمها باينري تري. الباينري تري قال لك ان هي شكل شجري زي اللي قدامك ده، برضو قال لك ان هو شيء منتشر جدا في لغات البرمجه وفي تخزين المعلومات في الميموري. قال لك ان هو عباره عن شجره بالشكل اللي قدامك ده upside down كويس، وكل تري كل عنصر فيها يطلق عليه نوت او نقطه، يعني كل عنصر زي ده يسمى نوت، كل عنصر يسمى نوت، واللي فوق دي تسمى الروت. الروت قال لك الروت هي الجذر او الاعلى حاجه فيها، قال لك النوت اللي على التوب اعلى حاجه تسمى ايه؟ الروت. برضو الباينري تري بتكون طريقه لتخزين المعلومات او بترتيب الداتا بالشكل اللي قدامك ده، وطبعا في منها كذا حاجه وهي مهمه جدا في السيرش. كل حاجه لها تاسكس معينه او لها هدف معين، ودايما العنصر في الباينري تري اللي على اليسار ده اصغر من اللي على اليمين، واللي على اليسار اصغر من اللي فوق، واللي على اليمين اكبر من اللي فوق. لو هنا 2 وهنا 1 وهنا 7، الاثنين اللي فوق اللي على يسارها اصغر واللي على يمينها اكبر، ما هو دي بقى اللي هي الباينري تري. يبقى الباينري تري نوع اخر من الداتا استراكشر المهم عندنا جدا. وكمان بيجي بيقول لك انت بتيجي تختار لكل شغل انت عايزه داتا استراكشر، يعني كل برنامج ليه داتا استراكشر خاصه بيه، او كل انت حاجه اي حاجه لازم تفكر انت عايز فيها ايه. قال لك انت لما تيجي تقارن الكيو مع الباينري تري، قال لك انت بتختار الداتا استراكشر اللي بيخزن لك المعلومات بشكل لازم يكون تاثيره جيد على كفاءه البرنامج وعلى استخدام البرنامج. فانت بتشوف ايه اللي يناسبك، عايز انت كيو ولا عايز باينري تري. كويس، يعني قال لك ان الكيو مثلا جود داتا استراكشر، افضل داتا استراكشر بتستخدمه لو انت بتعمل ستورنج، بتخزن اشياء بتحتاج ان هي تدخل وتخرج بنفس الترتيب، يعني الحاجات دي هتتحفظ بنفس الترتيب ولما تيجي تخرج تخرج بنفس الترتيب. زي ايه؟ زي مجموعه الملفات اللي منتظره امر الطباعه. انا اكيد لما بضغط على امر الطباعه 5 مرات اكيد اللي انضغط الاول انا عايزه يتنفذ الاول، مش معقول اخر ملف هطلبه للطباعه يتنفذ قبل الاولاني. فالكيو مثلا افضل حاجه في مع اي برنتر. طيب حسب بقى ما انت عايز. مثلا بقول لك كمان ان الجوبز او الوظائف اللي انت بتطلبها للطباعه، انت هتطلب 5 ملفات او 5 اوامر هيتخزنوا على شكل كيو، فاللي طلب الاول ينفذ الاول. كويس، او لو انت عندك في نتورك في شبكه وفي سيرفر وفي كذا واحد بيطلب امر طباعه، في كذا عميل، اكيد اوامر الطباعه اللي جايه من العملاء هتنفذ بترتيب الزمني لكل واحد طلب امتى. يبقى انا هنا يبقى انا بنشئ كيو للطباعه لو انا عندي برنتر على السيرفر، او لو انا بطبع كذا فايل، فانت بتختار الانسب. بس انا بقول لك ان الباينري تري داتا استراكشر جيد جدا بستخدمه في عمليات السيرشنج او البحث. لما تيجي تبحث، لما تيجي تدخل بيانات وبعدين هيهمك انك تبحث فيها، اكيد هلجا للباينري تري، لان الباينري تري بيقول لك ايه؟ الميدل ايتم فروم ذا ليست، العنصر اللي في النص ده، قال لك اللي هو الروت. كويس، العناصر اللي على شماله الروت ده، العناصر اللي على شماله اصغر واللي على يمينه اكبر. مثلا لو هنا 10 يبقى اللي هنا كله اصغر من 10 واللي على اليمين كله اكبر من 10. قال لك ان الايتمز اللي العناصر الاصغر بتكون تو ذا ليفت، والعناصر اللي هي جريتر بتكون تو ذا رايت. دي اللي يعني اللي فوق خالص اللي على يساره اصغر منه واللي على يمينه اكبر منه وهكذا. قال لك ان الباينري تري مثلا مهم او بتستخدمه لو انت يهمك عمليات السيرش. فقال لك ان السيرش بيبدا منين؟ من الروت. فهنا بيقول لك ان السيرش هيبدا من الروت من فوق، ويبدا بقى يقارن العناصر مع الروت، اصغر هيخش في الجهه اليسار، اكبر هيخش في الجهه الايه؟ ايمن. فانت بتحاول تعمل سيرشنج على داتا، فانت بتتحرك ليفت ولا بتتحرك يسار حسب الفاليو اللي بتبحث عليها، حسب الفاليو اللي انت بتعمل لها سيرشنج هتقارنها مع الروت، ثم تقارنها مع الروت الثاني او الروت اللي على اليمين وهكذا. فانت هنا بتعمل موف داون، بتنزل لتحت، بس كل مرة بتلغي نص ايمن او نص يسار. يعني انت لو العنصر اصغر
هتلغي النص الايمن ده كله، يبقى انت وفرت وقت كويس. ولو اصغر من الروت ده هتنزل هتخش على اليسار ده. فهي هنا الباينري تري ممتاز جدا لو انا بستخدم بيانات عايز اخزنها واعمل سيرش عليها. قال لك الايتيمز كمان كان بي لوكيتد، بقدر اوصل لها فيري كويكلي بسرعه في التري. زي ايه؟ قال لك لو انت عندك دايركتوري بخزن فيه ارقام التليفونات بتاعت الاشخاص اللي عندي، انا بخزنهم او بخزن النيم والفون، رقم التليفون والاسم. قال لك لما تيجي تستخدم طريقه الباينري تري في تخزين ارقام التليفونات والاسماء، قال لك ده برضه في السيرشنج هيكون افضل. يعني انت في الاخر بتختار الشكل الانسب لتخزين البيانات اللي يناسب شغلك، ما بين الباينري تري او الكيو او الستاك او في جراف، حسب ما انت عايز. يعني مثلا هنا بيقول لنا ان اليس عنده تو داتا ستراكشر عشان يخزن المعلومات، في ليست وفي اريز، في الليست وفي المصفوفات. برضو بيعرفنا على طرق اخرى تخزين المعلومات. الليست بتكون عناصر ورا بعضها بالشكل ده، والاري نفس الفكره. بس ايه الفرق بينهم؟ هتلاحظ ان الاري كل عنصر ليه مكان خاص بيه. يعني هتلاحظ ان الاولاني ليه مستطيل خاص بيه هنا كويس. طيب يبقى المصفوفه كل عنصر ليه مكان خاص بيه، الليسته العناصر جنب بعضها. في الاضافه والالغاء في الليست والاري في بعض الاختلاف هنشوفه دلوقتي. طيب قال لك ان الليست از ان اوردر ذا سيت اوف داتا، يعني هي بتخزن مجموعه من الداتا المرتبه. قال لك ان هي بتستخدم تستور لتخزين اوبجكت او معلومات، وبقدر اتعامل معاها سيكوينشيالي. يعني ايه الكلام ده؟ يعني قال لك ان الليست كان بي يوزد، بتستخدم تو كرييت كيو، يعني هي تقريبا بتبني كيو عناصر مرتبه. خلي بالك عناصر مرتبه والتعامل معاها بالترتيب. يعني انت لو عند الاولاني عشان تروح على الثاني لازم تمسح الاولاني زي الكيو كده. طيب ولو انت لما بتيجي تمسح عنصر، لو انت عايز تمسح عنصر المكان اللي فيه هو بيعمل شيفت، يعني برضه هنشوفها بالشكل ده. بس قال لك ان القريبه اندكسد سيت اوف فاريبل، العناصر في المصفوفه مفهرسه. مفهرسه يعني كل عنصر ليه رقم او ليه مكان والمكان ليه رقم. يعني قال لك ان الليسته سيت اوف ايتم، مجموعه عناصر وخلاص. قال لك ان الاري سيت اوف فاريبل، مجموعه متغيرات كل عنصر ليه لوكيشن خاص بيه. يعني مثلا ما اجي اقول لك ايه دانسر 2، معناه ان ده عنصر في المكان رقم 2. العناصر في الاري بيكون ده عنصر رقم 0 وده 1 وده 2 وده 3 وده 4. يعني دانسر 2 يوصل العنصر ده كويس، دانسر يوصل العنصر ايه ده. فاذا الاري هي مجموعه من العناصر او صف في مجموعه من العناصر المفهرسه، كل عنصر ليه فهرس خاص بيه. تقدر توصل لاي عنصر عن طريق الاندكس او رقم العنصر. اما الليسته العناصر ليست مفهرسه، موجودين ورا بعض جنب بعض ولكنهم غير مفهرسين. طيب والعناصر كمان في الليسته اوردر مرتبه. قال لك انت ايه ممكن تشوف الفرق ما بين الاري وبين الليسته لما تيجي تمسح عنصر. الليسته اللي على اليسار ديت فيها كم عنصر؟ فيها 5. لما اجي امسح عنصر زي اللي في النص ده، هو لما مسحه عمل شيفت يسار للعناصر اللي هي قبله اللي بعده. يعني اصبح كام عنصر؟ 4. تاني الليسته كانت فيها 5، لما اجي امسح عنصر اللي هو احمر ده حذفه وعمل شيفت يسار للعناصر اللي بعده، اصبحت الليسته فيها كام عنصر دلوقتي؟ 4. هي الليسته كانت حاجزه 5 اماكن، حاليا اصبحت حاجزه 4 اماكن. شوف بقى الاري بقى، الاري فيها 5 عناصر 0 1 2 3 4. لما اجي امسح اللي في النص اتمسح قيمه العنصر ولكن المكان ما زال موجود. ايوه يعني الاري عدد عناصرها ما ينفعش اقلله ولا ازوده، الاري طولها ثابت من الاول. اما تيجي تعرف اري بتقول هي كم عنصر، 7 ولا 8 ولا كذا، لازم وانت بتعرف الاري تحدد عناصرها عددها
وما ينفعش ازود ولا اقلل، هي طولها ثابت وكل عنصر له رقم او له اندكس والعنصر فيه قيمة. اما الليستة بتاخد عدد غير محدود، ولما تيجي تمسح بيعمل لك شيفت يسار ويفضي مكان، يعني هي كانت 5 اصبحت 4. قال لك هنا ايه؟ ان الليست ذا ميسنج سبوت، العنصر اللي فقد از فيلد ان، يعني ايه؟ بيبدا يتملى بعنصر اخر من اللي بعده، يعني مثلا اللي اتمسح ده بعمل شيفت يسار للي بعده وخلاص، يبقى انا هي كانت 5 عناصر اصبحت 4. كويس. اما الاري، الاري لا، الاري مشكلتها ان انت لما تمسح عنصر المكان ما زال موجود ولكنه فارق، تقدر تضيف قيمة بعد كده. طيب قال لك كمان الاري، في الاري بقى قال لك الامبتي فاريبل، العنصر اللي انت بتمسحه قال لك ليفت بيفضل موجود، بيفضل موجود حتى لو انت مسحت قيمته. عشان قلنا في الاري لما جيت امسح ده العنصر او امسح القيمة، العنصر ما زال موجود. اما في الليست اللي بيتمسح بيتلغي، بيتلغي وبيحصل شيفت يسار او بالعناصر بتقل بكام؟ بواحد. فهو بس عايز يوريك الفرق ما بين الاري وبين الليسته لما تيجي تلغي، اما تيجي تلغي عنصر من الاثنين. الاري دايما كل عنصر ليه مكان خاص بيه، حطيت في قيمه تمسح القيمه، العنصر ده موجود محجوز لاي قيمه بعد كده. نبدا بقى بالاري اللي هي الشغل المهم. النهارده هنتكلم عن المصفوفه اللي هي بتكون عباره عن صف واحد، اللي هي وان دايمنشنال اري. المصفوفه او الاري في التعريف بتاعها بيقول لك ان هي كونسيستس اوف، تتكون من اوردرد كولكشن، مجموعه من العناصر سيميلر ايتمز اوف سيميلر ايتم. يقصد ان العناصر في الاري لابد انها كلها تكون من نفس النوع، يعني العناصر كلها انتجرز ارقام صحيحه او كلها فلوت او كلها دبل. ما ينفعش الاري احط فيها سترنج مع انتجر مع دبل، لا كلها من نفس الطيب. ويقصد بكلمه اوردرد كولكشن ان العناصر مفهرسه، مفهرسة يعني كل عنصر له بوزيشن او ليه مكان، والمكان ده ليه رقم، والرقم بيبدا من 0 1 2 الى اخر عنصر. قال لي ان الاري لها سنجل نيم. اي مصفوفه انت هتعرفها في اي لغه سواء جافا او سي بلس بلس او غيره، لابد ان انا اديها نيم، اديها اسم، كانك بتعرف فاريبل عادي. وبقول لي كمان ان الايتمز او العناصر في المصفوفه ار ريفيرد تو، اقدر اتعامل معاها او اوصل لها او اعمل لها اكسس عن طريق البوزيشن. يعني ايه البوزيشن؟ ما كل عنصر له مكان والمكان ده له رقم، فعن طريق رقم المكان اقدر اوصل واشير الى ايتم او اليمنت في الاري. طبعا الاري اقدر استخدمها لتخزين عدد كبير من الداتا، هي افضل من ان انت تعرف متغيرات كتير، لا انا بعرف فاريبل واحد اقسمه الى مجموعه من الاماكن. طيب مثلا مثال زي اللي قدامنا ده، لو انا عندي انتجرز 10 متغيرات تيست 1 و 2 و 3 الى 10، هنا كم فاريبل عرفتهم؟ 10. تعرف انت كده عملت ايه؟ انت كده عرفت 10 متغيرات في الذاكره، يعني انت كده حجزت 10 اماكن. ادي المكان الاول والمكان الثاني والثالث والرابع والخامس الى العاشر. ما هو كل فاريبل من دولت عايز له مكان خاص بيه. لما انا ممكن اعرف اري والاري بقى نفسها اقسمها الى 10 اماكن، يعني المصفوفه هتكون فاريبل واحد مش 10 فاريبل، والفاريبل الواحد ده واخد مكان كبير شويه هقسمه الى 10 اماكن. فانت ممكن تستخدمها افضل من انت بتعرف 10 متغيرات، بس لابد يكون في منطق في استخدامها، فمش كل فكره هستخدم الاري طبعا. طيب بقول لي كمان ان الايتمز في الاري، عناصر الاري احنا بنسميها ايتمز او بنسميها اليمنتس، يعني مكونات الاري، وكل العناصر في الاري لابد تكون من ذا سيم تايب. يعني ما ينفعش في اري تحط لي سترنج مع فلوت مع دبل، هي كل مصفوفه لها داتا تايب او نوع خاص بيها. الاري بخزن فيها ايه؟ ممكن اخزن فيها انتجر وارقام وفلوت ودبل، وممكن اخزن فيها بوليان وحروف. لو خزنت فيها انتجر وفلوت ودبل وحروف او بوليان، دي يطلق عليها بريماتيف داتا تايب. معنى بريماتيف داتا تايب يعني انواع بيانات بدائيه اللي هي الارقام والفلوت والدبل
والحروف والبولية، أو ممكن أخزن فيها ريفرنس. ريفرنس يقصد أوبجكت، يعني الأري بتستخدم لتخزين أوبجكت أو لتخزين أرقام أو فلوت أو دبل أو حروف اللي هي بيسموها بريماتيف، يعني أنت تقدر تستخدمها في الحالتين. وقلنا قبل كده لازم تاخد اسم وتتقسم إلى مجموعة من العناصر، فممكن استخدمها لتخزين دراجات الطلبة أو للأسماء أو للطلبة نفسهم. والعداد بتاع الأري أو بتاع الأماكن، ما كل عنصر له بوزيشن، قالك يبدأ بزيرو مش واحد. طيب يعني إذا إيه بقى؟ معنى كده إن كل عنصر في الأري له بوزيشن، قالك إن البوزيشن ممكن أسميه إندكس وممكن أسميه سبسكريبت أيا كان. يبقى كل عنصر في الأري له مكان. أما نشوف الجرافيكال ريبريزنتيشن، هنا تمثيل على شكل جرافيك أو على شكل رسمة لتوضيح شكل الأري. قدامك أري فيها 10 أماكن، واحد يقول لي 9، لا هم 10، ما أول عنصر الإندكس بتاعه بدأ بزيرو، يعني ده إيه؟ الزيرو ده هو البوزيشن، هو يقصد به هنا المكان، يعني العنصر الأولاني هو في المكان رقم زيرو، والعنصر الأخير في المكان رقم 9. إذا الصف اللي فوق ده هو المكان، إنما العناصر ديت اللي هي الاثنين والواحد والحداشر دي تسمى الفاليو أو الإليمنتس أو القيم. يعني كل عنصر في الأري في حاجتين بيخصوه، قيمته أو القيمة المخزنة فيه ورقمه أو موضعه في الأري. عن طريق الموضع أو الرقم أو الإندكس تقدر تشير إلى العنصر، بدون الإندكس مش هقدر اتعامل مع اي عنصر في الاري، لابد اشتغل عن طريق الاندكس. طيب ازاي ان انا اتعامل مع عنصر في الاري؟ عشان تتعامل مع عنصر في الاري، يعني انت لو عندك اري بالشكل ده، الاري دي اسمها ايه؟ فيها 3 اماكن، المكان رقم 0 1 2، لو كان 0 فيه 4. لو انا عايز اتعامل مع المكان الاولاني هاجي اقول له اسم الاري، ثم هفتح أقواس واكتب رقم العنصر 0. ايه 0؟ معناه العنصر اللي في المكان رقم 0، حط له فيه مثلا 4، يروح يحط لك فيه 4. لو قلت له A1 يساوي 4، يروح في المكان رقم 1 ويحط فيه 4. يعني عشان تتعامل مع عنصر في الأري السينتاكس هيكون كده، اسم المصفوفة ثم الأقواس المربعة دي تخلي بالك، ثم الاندكس او رقم العنصر او البوزيشن او السبسكريبت. قال لك ان الاندكس لابد يبدا بزيرو، لان العناصر تبدا بزيرو، وينتهي عند ايه؟ عند الاري لينث ماينس 1. يعني لو الاري 3 عناصر يبقى كده هتبدا بزيرو الى 2، العنصر الاخير هيكون عدد العناصر ماينس 1، هي عناصرها 3 ماينس 1 يبقى 2. ليه؟ لان انا بادئ بزيرو، يعني دايما العنصر الاخير مكانه او رقمه هو طول الاري او عدد عناصر الاري ماينس 1. والسبسكريبت اوبريتور اللي هو ده لازم احط فيه الاندكس، والاندكس طبعا هو لازم يتحط عشان تحدد انت عايز اي عنصر في الاري. يبقى عشان تتعامل مع عنصر لازم تكون عارف اسمها وعارف رقم العنصر. في مثال قدامنا زي ده كده، مدينا 3 سامبل من 3 أري، كويس، واحدة انتجر واحدة سترينجس واحدة حروف. الأري الأولى أري اسمها تيست، يعني عندي مصفوفة اسمها تيست. التيست ديت أرقام، كويس، انتجرز، فيها 5 أماكن. طبعا أول عنصر هو ده يسمى الفيرست، أنا بقول الفيرست أنا كيوزر، بس المبرمج بيتعامل مع زيرو، يعني في فرق. لغة البرمجة بتبدأ الترقيم بزيرو، إنما اليوزر العادي ما يعرفش زيرو، يعرف 1. فالفيرست إيليمنت أو العنصر الأول رقمه هيكون 0، والعنصر الخامس رقمه هيكون 4. أنت كمبرمج يهمك الأرقام دي، أنت كيوزر يهمك الفيرست مش الزيرو. فلما أجي أقول له إيه؟ المكان رقم 0، هاجي أقول له اسم الأري تيست ثم في السبسكريبت أحط 0. دي معناه إيه؟ العنصر رقم 0 قيمته كذا. فانا عشان اتعامل مع عنصر يهمني حاجتين، الاسم ورقم او موضع او اندكس العنصر. اللي في النص مثلا الري نوعها سترينج اسمها نيم، لو انا عايز اتعامل مع العنصر ده هاجي اقول له نيم 1، العنصر اللي في المكان 1
اللي هو العنصر الثاني فعليه. الاري الثالثه اري حروف كاركترز اسمها جريد. لما اجي اتعامل مع عناصرها بكتب جريد، ثم انت عايز العنصر رقم 0 ولا 1 ولا 2 ولا 3 ولا 4، ما انت بتكتب الاسم وتختار اي عنصر. فاذا اسم المصفوفه ورقم العنصر هي الطريقه الوحيده للتعامل مع عناصر الاري عنصر عنصر. ازاي نعرف اري؟ لو انت عايز تعمل ديكليريشن يعني تعريف، ثم تكمله التعريف اللي هو بيسموه كرييشن او انشاء انستانس او اوبجكت. ما هي الاري اصلا عباره عن اوبجكت. لو انا عايز اعرف مصفوفه فيها 500 عنصر، يعني انت عرفت فاريبل واحد قسمته الى 500 مكان. تعمل ده ازاي؟ عشان تشتغل عملي يفضل ان انت يكون عندك برنامج اسمه نيت بينز، كويس؟ بعدين تقول له فايل نيو بروجكت، تعمل انت بروجكت خاص بشغلك انت، تقول له جافا، جافا ابلكيشن، نيكست، هتعمله وتسميه اي حاجه، تيست مثلا 180، تشيل علامه الصح ديت ليس لها لازمه، تقول له فينش. كده عمل لك بروجكت. البروجكت في نيت بين زي المجلد كده، شغلك هيكون داخله. بعد ما عملت بروجكت لو ضغطت على البلس ديت طلع حاجه اسمها سورس باكج. تحت الديفولت باكج كليك يمين قول له نيو جافا كلاس. هنعمل كلاس جافا ونسميه تيست مثلا عشان نشتغل عليه. قول له فينش. هو بيعمل لك هنا كلاس جافا، في فوق بيحط لك كومنتس، يعني دي ليست كود، شيلها او عايز تخليها براحتك. دايما هكتب بابليك، هكتب بابليك استاتيك void main. دالة المين هي الدالة الرئيسية في اي برنامج جافا اللي بتشغله وبتخليه يجيب لك اوبوت. طبعا ديت حاجة مش حفظ، هي دايما بتحط في برنامج. يعني انا عشان اكتب كود واشتغل لازم يكون عندي دالة اسمها المين. طيب اما اجي اعرف اري باجي اكتب انت مسافة. لو انت قلت اكس سيمي كولو، كده انت عرفت فاريبل واحد اسمه اكس ياخد قيمة واحدة. انما لما تيجي تقول له تحط اقواس، اذا دي معناها اري. اعمل اري اسمها اي بي سي. كده انت عملت ديكليريشن ولكنك لم تنشئ الاري. في فرق بين التعريف والانشاء. الديكلير عرفته ان انا عندي مصفوفة اسمها كذا، بس ما عرفتهوش عدد عناصرها ولا تم انشائها ولا حجزها في الذاكرة. اما اجي اقول له يساوي نيو انتجر، ثم افتح الاقواس واحط فيها عدد العناصر زي كده. ايه الفرق بقى هنا؟ اولا اللي على الشمال خالص نوع الاري، ولازم احط بعد نيو نفس الكلمه، يعني اذا ديت اري نوعها انتجر. وده اسمه القوس، ده هو اللي بيعرف الجافا فيرتشوال ماشين ان انا عندي اري. بدون ده مش هيبقى في اري. لازم لما تيجي تنشئ اري تحط لي اقواس، لازم تحط لي اقواس زي كده. والقوس اللي على اليمين بحطه فيه السايز او اللينس او عدد عناصر الاري. كويس كده انت انشات اري اسمها اي بي سي، عدد عناصرها 500 عنصر. العناصر بتبدا من 0 وتنتهي عند كام بقى؟ الطول ماينس 1، الطول 500 ناقص 1 يبقى 499. كده احنا حجزنا في المصفوف اي بي سي 500 مكان. دي طريقة تعريف array مع تحديد النوع وتحديد السايز او الحجم بتاع الاري. كويس. ايه اللي كمان؟ انت لما بتنشئ array انت حجزت 500 مكان كلها بيكون فيها اصفار initialized to zero، يعني انت انشأت 500 مكان القيمة المخزنة في حالة الارقام اصفار. في حالة الارقام اصفار، يعني حاليا كلها في ايه؟ زيرو. خلاص. طيب بعد كده لو انا عايز اتعامل مع عنصر او اعمل مانيبيوليشن، التعامل او المعالجه للعناصر، مثلا قلت له اي بي سي 0، دي يعني العنصر رقم 0 حط لي فيه 78. يعني لو انت رسمتها زي كده، ادي الاري بتاعتنا اللي اسمها اي بي سي. لما اجي اقول له العنصر رقم 0 معناه روح في العنصر 0 وخزن لي فيه 78. طبعا معنى ايكوال دي يعني خد ال 78 واسندها او خزنها في المكان رقم 0، يعني هنا هيخزن 8 وكام؟ 70. طب لما اجي اقول له اي بي سي 1 المكان رقم 1 حط لي فيه 66، يروح في المكان رقم 1 ويخزن كام؟ 66. يعني انت تقدر تخزن قيم في الاماكن اللي انت عايزها عن طريق
اسم الاري ثم كتابة المكان. طيب لو قلت له A B C 2 ان المكان من رقم 2 قيمته، خد بالك هنا في قوس هينفذ القوس الاول، قيمته تساوي جمع المكان الاولاني بلس المكان الثاني على 2. المكان الاولاني فيه 78 والثاني فيه 66، اجمع الاثنين مع بعض. ما هو لما اقول له A B C 0 معناه اجمع 78 على A B C 1 66، يطلعوا دولت بكام؟ 144. 144 على 2 يطلع 77. يعني انا جبت الافرج او المعدل او المتوسط للمكان الاول والثاني وخزنتهم في المكان الثالث. يعني تقدر تعمل عمليه حسابيه على مجموعه عناصر وتخزنها في عنصر اخر. طيب لو قلت له ABCI يساوي 82، هنا قلت له اي دي ما اعرفهاش، لا قال لك افترض ان اي تساوي 3. يعني لما تقول له ABC 3 في المكان رقم 3 اللي هو ده، حط لي فيه 82، يبقى انت تقدر تحط فاريبل والفاريبل ليه قيمه، فخلاص هو هيعوض عن الاي بالرقم بتاعها ويحط في المكان ده قيمه. طب لو قلت له ABCI بلس 1، اي كانت بكام؟ 3. 3 زائد 1 يعني كام؟ 4. يعني المكان رقم 4 خزن فيه 94. يبقى انت قدرت تتعامل مع عناصر معينة عن طريق الاندكس او البوزيشن، وتقدر تحط رقم العنصر او تحط فاريبل بس يكون الفاريبل فيه قيمة. ودي اري 500 فاخر عنصر هيكون 499، لا اقل ولا اكبر من كده. يعني لو عديت 499 هيدي ايرو، لو حطيت تحت الزيرو هيدي ايه؟ ايرو. هنا كمان قال لي انت لما تيجي تقول له ABC 0 هيشوف 0 ده هو عنصر في الاري ولا عنصر مش موجود. يعني الجافا فيرشل ماشين السوفت وير اللي بتنزله بتاع الجافا بيعمل تشيك هل الفاليو بتاعت السبسكريبت يعني اللي انت حاططها في الاندكس هل هي فعلا مكان في المصفوفه ولا المكان ده مش موجود. هو هيدي ايرور او اكسبشن اسمه اري اندكس اوت اوف باوندز اكسبشن. لو انت جيت تقول له رقم مكان والمكان ده مش موجود، لو انت قلت له A B C مثلا سالب 1، الاري اول عنصر يبدا ب 0، ما عندش حاجه اسمها سالب 1، فهيدي ايرور. هو ده الايرور او الاكسبشن، هيحصل خطا ان انت تعاملت مع لوكيشن مش موجود في الاري. الخطا اسمه اري اندكس اوت اوف باوندز اكسبشن، زي القسم على 0 كده. ما انت لما تيجي تقسم على 0 ما فيش اي لغه بتقبل القسم على 0. يعني ده ايرور بيحصل في حاله ان الكود فيه مشكله حصلت. يعني انت لما تيجي تتعامل مع رينج او عناصر لازم تكون عارف الرينج يبدا بكام وينتهي بكام. لو نزلت تحت الرينج او تعديت الرينج يبقى انت افترضت ان في مكان في الاري وهو مش موجود في الواقع، هيدي ايرور. كان نفس فكره لما تيجي تقسم على 0، فلابد ان انا اشتغل على الاندكس صح. طب لو انا عايز اجيب المتوسط لاول اربع عناصر في الاري، لو قلت له اجمع اي بي سي 0 بلس اي بي سي 1 بلس اي بي سي 2 بلس اي بي سي 3 بلس اي بي سي 4، كده انت عملت ايه؟ انت جمعت العناصر في 5. طبعا القوس هنا معناها نفذ دول الاول ثم قسم على كام؟ على 5. عارف يعني؟ يعني جاب لك الافرج او المتوسط لاول 5 عناصر. بس القوس ده اهم حاجه، القوس ده معناه اجمع الاول قبل القسمه. هو هينفذ القوس ويجمع الخمس عناصر ثم يقسم على 5. لو عايز تشوف فكره زي كده او تجرب اي حاجه يعني ممكن نيجي نشغل عملي الاي بي سي ديت. لو قلنا اي بي سي 0 يساوي 77، دي يعني المكان رقم 0 حطه فيه 77. لو قلت له اي بي سي 1 يساوي 66، يبقى انت قدرت تعمل اسناد بقيمة معينة في عنصر معين. لو قلت له، لو انا عرفت متغير اسمه اكس قلت له اكس يساوي المكان الاولاني اللي هو اي بي سي 0، عارف دي يعني؟ يعني هات قيمة المكان رقم 0 اجمعها على اي بي سي 1، هيجمع الاول مع الثاني او 0 مع 1 ويقسم على 2 يجيب لك المتوسط. كويس. طب لو انت عايز تطبع، امر الطباعة عندي هو سيستم دوت اوت دوت، في دالة اسمها برنت لين بتطبع وتنزل سطر.
اقول له هنا طبعا لازم اتاكد من اسم الداله صح برنت لين، اقول له هنا اطبع للاكس. الاكس هو ايه؟ لو انت الاولاني فيه 70 و66 136 على 2 68 مثلا، فالمفروض هو هنا هيجمع الاول، يعني هو هنا هيروح يجيب ال 70، يروح يجيب ال 70 و66، يحط ال 70 هنا و66 هنا، يجمعهم مع بعض ثم يقسم على 2 يطلع لك 68. اما تيجي تنفذ لابد ان هو يطبع لك هنا ايه قيمه الاكس اللي هي حاصل الجمع ثم القسمه على 2، معناها معدل او الافرج لاول عنصرين في الاري. اما تيجي تنفذ ده البوتون اللي بيعمل لك رن. عايز تيجي تنفذ اضغط على البوتون ده هيختار لك ملف اسمه تيست، قول له اه، هيجيب لك الناتج هنا كام؟ 68. المثال اللي بعد كده، لو احنا عندنا عنصرين في الاري وعايزين نعمل بينهم انترتشينج او سواب او استبدال، كويس، نعمل الفكره دي ازاي؟ يعني مثلا هفترض نفس الاري اللي عندي اللي اسمها اي بي سي، كويس، انا دخلت فيها بعض القيم، يعني مكان رقم 0 في 70 ورقم 1 في 66. يعني ايه سواب؟ يعني انا عايز 1 هو اللي يبقى في 70 و0 في 66، عايز استبدل القيم، كويس. طيب هو عاملها ازاي؟ عمل او عشان تعمل استبدال لابد يكون في فاريبل ثالث، مش انت عندك عنصرين، المكان رقم 0 اللي هو ده والمكان رقم 1، انا عايز استبدل بينهم، لا لازم تجيب واحد ثالث، رقم 0 حطه في الثالث، طبعا ده فاضي اللي هو هسميه التمب مثلا مؤقت، هحط 0 او الاولاني في التمب ثم احط رقم 1 في 0 ثم التمب في رقم 1. خطوة رقم 1 نسخ احد القيم في عنصر مؤقت ثم اسناد الثاني في الاول ثم التمب في الثاني. يبقى انت عشان تعمل استبدال لابد انك تعرف متغير اسمه تمب او ايا كان الاسم، حط فيه الاولاني، لو قلت له اي بي سي 0 يعني حاليا التمب فيه كام؟ التمب فيه 70 صح؟ اي بي سي 0 اللي هي 70 حطها في التمب، خد بالك، والاي بي سي 0 العنصر اللي كان فيه 70 الغي ال 70 وحط اي بي سي 1 يعني حط فيه كام؟ 66. مش دي معناها ان اي بي سي 0 اتلغت ال 70 واتحط مكانها 66؟ كويس، بس الاي بي سي 1 اللي كان فيه 66 حط فيه التمب، هو التمب كان فيه كام اصلا؟ في 70. يبقى انا عملت استبدال، يبقى الاستبدال ما بين عنصرين لابد اجيب واحد ثالث، انقل واحد منهم في الثالث والثاني احطه في الاول والثالث احطه في الثاني. خلي بالك لو بصيت هنا كويس، اللي على اليمين هنا اي بي سي 0 بيجي على الشمال، واللي على اليمين اي بي سي 1 بيجي على الشمال، يعني هتحسها شكلا كده ايه، لها شكل معين، ده اللي هو الاستبدال او بيسموه سواب او بيسموه انترتشينج. طب انا هنا استبدلت 0 و 1، ده لو جيت عرفت متغير اسمه اي وقلت ان اي يساوي 0، ما هي هي، قلت له العنصر رقم اي، طب هي اي بكام؟ ب 0 يعني، وقلت له هنا اي زد اي برضه، وشلت واحد وحطيت اي زد واحد، هي هي، يعني انا كده استبدلت ما بين اي والعنصر اللي بعد الاي. انا قلت له ان في فاريبل اسمه اي يشير الى الاندكس 0 او العنصر رقم 0، بدل ما اقول اي بي سي 0 قلت له اي بي سي اي، يعني العنصر 0 حطه في التم، ثم العنصر رقم اي زائد 1 يعني العنصر التالي للاي حطه في الاي، يعني تاني ادي المصفوفه. لو افترضنا ان اي ده عنصر وده اي زائد 1، كويس، فانا هستبدل ده مكان ده واللي فوق هينزل تحت. تعاملت بالاي والاي اساسا هي عنصر واي زائد 1 هي العنصر اللي بعد منه، ما فرقتش كتير، الاجابه هي هي، بس لازم تحط قيمه للايه؟ اي. طبعا ده الكود بتاع السواب عامه، يعني لابد ان انت تستعين بفاريبل اسمه تمب او اي نوع او اي اسم، مش تفرق هنا الاسم. يبقى ده كود الاستبدال نقدر نعمله على اي عنصرين او اي تو اليمنت في الاري.
طيب لما نحب نطبع طول الاري او عدد عناصر الاري، في دايما عندنا variable instance variable، متغير اسمه length. اللينث ده هو اللي بيخزن في طول الاري. يعني انت لو عايز تطبع طول الاري، امر الطباعه عندنا هو ايه؟ هو system dot out dot print len. في القوس اقول له ايه؟ اقول له هنا ان الاري اللي اسمه abc dot، شوف كده هيطلع لك ايه؟ variable اسمه length. اللينث هو طول الاري. هو هنا هيطبع لك الطول اللي هو ده. يعني انت لو عايز تطبع طول اي اري هتطبع اللينث او اللي هو فاريبل جاهز بيسحب لك او بيجيب لك طول الاري. طيب نبدا بقى في الافكار اللي فيها شغل شويه. ازاي نعمل لوبنج عشان نمشي على عناصر الاري؟ اول فكره عندنا سم ذا اليمنتس. احنا عندنا مصفوفه فيها عناصر 20 30 200 اي مكان. الكود اللي جاي ده هو كود هيعمل لك sum the numbers in the array، هيجمع لك كل الارقام او العناصر في الاري. طبعا ده بيشتغل على ارقام، ما ينفعش تقول لي اجمع اسماء. طيب هو هيعمل ايه هنا؟ هيبدا يمر على العناصر بدايه من 0 الى 500 او الى الاخير اللي هو 499 ويجمعها. عشان تجمع العناصر، يعني انت عندك اري زي كده، هنفترض ان فيها اي بيانات. طبعا مش هينفع تجمع لما تدخل ارقام، بس انا هفترض فيها بيانات. زي اجمع الاري، هي الاري فيها كم عنصر؟ فيها 500 او 200 او ايا مكان. هو انت هتجمعهم ازاي؟ في واحد يقول لي فكره زي كده، هاجي اعرف متغير اسمه سم واقول له ايه؟ اقول له هنا اي بي سي 0 العنصر رقم 0 زائد اي بي سي 1 زائد اي بي سي 2. انت ايه اللي لاحظته؟ ان انت هتكتب زائد دي كم مره؟ 500 صح؟ يعني انت هتقعد تكتب الامر 500 مره بلس بلس لحد 500؟ لا، انت هتعرف متغير اسمه صم وتدي له قيمه افتراضيه بزيرو وتبدا تمر على العناصر. امر يعني ايه؟ يعني اشوف الاول ثم اشوف الثاني ثم اشوف الثالث. فلازم تحتاج لوب. اصلا معظم الاري لازم لوب. اللوب ده فور، هقول له شوف العناصر كلها عن طريق فاريبل اسمه اي او اي اسم، الاسماء براحتك. اي يبدا بزيرو، قلت له من العنصر رقم زيرو، وطالما اي اقل من اي بي سي دوت لينث، اللينث اللي هو كام؟ 500. يعني من زيرو الى الاخير، واي كل مره يزيد بواحد، معنى بلس بلس يعني كل مره هيتحرك بكام؟ بواحد. ثم فتحت اثنين كيرلي للفور. المجموع الجديد يساوي المجموع السابق زائد العنصر الاول اللي هو اي بي سي اي. هي اي هنا بكام اول مره؟ بزيرو. يعني الكود ده هيمر على عناصر الاري ويجمعها لك. لو انت مش فاهمه، لو انت عندك الاري بالشكل ده، قلنا العنصر رقم 0 اللي هو ده والاخير 499، هو اللوب شغال ازاي؟ طبعا اللي درس 257 او 105 هيبقى الامر سهل شويه. انا عرفت فاريبل اسمه صم، والصم بدا بزيرو، قلت له هنا ايه؟ اي بزيرو. هل زيرو اقل من 500؟ ما هو اللينس 500 صح؟ هل زيرو اقل من 500؟ اقل. اذا الشرط ده صحيح، اذا يدخل في اللوب. يدخل يعمل ايه؟ المجموع يساوي المجموع القديم، كام القديم؟ زيرو، زائد اي بي سي اي، هي اي بكام؟ بزيرو. يعني يجيب العنصر رقم زيرو اللي هو هنا ويجمعه على صم، يعني صم يساوي صم زائد العنصر اللي في المكان رقم زيرو. كويس؟ كده جمعنا الاولاني على زيرو، فجبنا الاولاني. اللوب يرجع تاني، يرجع تاني يعني ايه؟ يعيد الحركة تانية. ما هو اللوب يعني تكرار، بس في المرة التانية خد بالك اي هتزيد بواحد. اي كانت بزيرو بقت بواحد، عارف دي يعني ايه؟ يعني هيروح يجمع العنصر اللي بعد زيرو اللي هو ده، ويجمعه على مين؟ على المجموع السابق، والمجموع السابق كان فيه زيرو، ويبدأ يعيد الحركة ديت 500 مرة. بس كل مرة لابد ان الاي يزيد، لان الاي لما بيزيد معناها هينتقل للعنصر التالي، يعني هيبدأ يمشي من فوق الى تحت يشوف العناصر كلها ويجمعها ويحطها في الصم. طيب الكود صح، بس في حاجة هنا زيادة ممكن نعملها. صم يساوي صم زائد، مش انت ملاحظ ان صم موجودة على الشمال وعلى اليمين؟ ممكن تخلي الحل بالشكل ده، تقول له بلس يساوي، هي نفسها. يعني ما اجي اقول له اكس يساوي اكس زائد 4،
ممكن اكتبها له كده اكس زائد يساوي 4، معناها زيد على اكس 4 هي برضو المجموع يساوي المجموع زائد. انت هنا ايه كتبت الكود بشكل تاني، ولكن الريزلت هو هو، هي ديت اختصار لكتابة الكود. يعني المجموع زائد يساوي معناها المجموع يساوي المجموع زائد، براحتك تكتبها بأي طريقة. بإذن ده الكود اللي بيجيب لي الصم. طبعا اللوب ده